خزائن الكون ومنافع الكون ذي لا تعرف مؤمنا ولا كافرا. كخاصية الري في هذا الماء خاصية أودعها الله فيه لينتفع بها البر والفاجر المؤمن والكافر. إذا شرب منه المسلم ارتوى وإذا شرب منه الكافر ارتوى. الذي أودع خاصية الإرواء هذه هو الله الرب، لأنه سمى نفسه رب العالمين في أول الفاتحة رب العالمين، يعني لم يجعل نفسه رب المؤمنين فقط، رب العالمين. فهذه العطاءات لا ميزة للإنسان أيضا فيها لكونه إنسانا، ولكن هي عطاء إلهي للإنسان. ثم بعد ذلك الإنسان ذا يمكنه أن يرقى فوق مستوى البهائم ذي وفوق مستوى الإنسان الذي يعطى عطاء الربوبية إلى مستوى الإنسان الذي يمنح عطاء الألوهية. عطاء الألوهية خاص، وهو هذا العطاء يتجلى على المؤمنين خاصة من بني آدم. بنو آدم كرموا تكريم ربوبية، ثم من بين بني آدم من آمن ففتح الله عليه تكريم الألوهية. شوف أنت أين تقرأ هذا مثلا؟ تقرأه في صفحة واحدة من سورة البقرة، عندما يدعو إبراهيم ربه عليه السلام الله، قل رب اجعل هذا بلدا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. قبل ذلك يقول، يعني قبل الصفحة الأعلى للصفحة يقول، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا العطاء خاص لا يناله من ظلم. استصحبها خليل الرحمن إبراهيم ذي إلين تقرب آخر الصفحة يقول رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ليش؟ لأن الله قال لفوق لا ينال عهد الظالمين، فجعل رزق الله كعهد الله. بما أن عهدك يا رب لا يناله من ظلم فكذلك رزقك لا يناله من ظلم. قال إيش في دعائه؟ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله إيش؟ قال ومن كفر. هذه ليست كتلك، تلك لا ينال عهد الظالمين، أما هنا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهذا العطاء اللي هنا عطاء الثمرات وغير ذلك، هذا عطاء للمؤمن والكافر. أما هناك لا ينال عهد الظالمين. كي تفرق بين نوعين من عطاءات الله، عطاء يعم البر والفاجر المؤمن والكافر، وعطاء لا يناله من ظلم. فإذا رضي الإنسان لنفسه أن يكون في دائرة عطاءات الربوبية فإن هذا يمكن أن ينال بمجرد أنه إنسان. لكن إذا آمن فقد ارتفع وارتقى إلى عطاءة الربوبية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم. من هم دون المؤمنين لا رفعة لهم، من هم دون المؤمنين لا رفعة لهم. قال سبحانه والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك كالأنعام بل هم أضل. كذا قال الله، كذا وهم أضل. لماذا؟ لأن الله جل جلال الله وهبهم مواهب يمكنهم بها ومن خلالها أن يرتقوا من مرتبة الآدمية المستحقة عطاء الربوبية فقط
إلى مراتب الإيمان التي تستحق عطاءات الألوهية. ومن الإيمان ومن المؤمنين الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، رفعهم بأن جعلهم أحياء لما آمنوا. الإيمان هو الاستجابة لله وللرسول، الإيمان هو الاستجابة لله وللرسول في كل ما أمر به وفي كل ما نهي عنه، هذا هو الإيمان، وهو المعبر عنه بالحياة في قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو المعبر عنه أيضا بالحياة في قول الله في القرآن لينذر من كان حيا، وهو المعبر عنه بالحياة في قول الله أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الحياة، هذه الحياة، الحياة هي الاستجابة لله وللرسول، الحياة هي الإيمان. فلذلك الله رفع من بين الآدميين الذين آمنوا، الذين آمنوا ثم استخلص من الذين آمنوا الذين أوتوا العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين أوتوا العلم هم خلاصة خلاصة خلق، الإنس هم خلاصة أجناس خلق الله لأن الله كرمهم تكريم ربوبية. ثم الذين آمنوا هم خلاصة خلاصة خلق الله، ثم الذين أوتوا العلم هم خلاصة 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 خلق الله.